حسنا مرحبا بكم في الحلقة الأخيرة وعنوان هذه الحلقة هو لغة الروح حسنا أريد أن أجيب في هذه الحلقة عن سؤال لماذا أعطانا الله لغة مختلفة عما نقدر أن نفهمه وهذا فعلا سؤال جيد كورنثوس الأولى أربعة عشر اثنان فمن يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله لا يشير هنا الى اي من نوعي الالسنه العلنيه لكنه يتكلم عن الصلاه حسنا حين نصلي بالسنه نتكلم مباشره لله لا الناس اسمعوا رميه ثمانيه سته كذلك يعيننا الروح القدس ايضا في ضعفنا ما هو ضعفنا نحن لا نعرف كيف نصلي كما ينبغي إذا نحن لا نعرف ماذا نصلي ولا نعرف كيف نصلي اواجهت موقفا كهذا قبلا بالطبع ربما هناك شخص في ميانمار او كمبوديا الان يحتاج عونا وهو وحيد وفي صعوبات ولا نعرف كيف نصلي من اجله، لا يوجد انسان يعرف كيف يصلي من اجله، او ماذا يصلي من اجله، لكن الروح القدس يعرف. يا الهي، قد بداتم تلمحون الى اين نحن متجهون. حسنا، دعوني اعطيكم لمحه اخرى بسيطه، ان دخلت مكتب الرئيس الامريكي، ان دخلت مكتب الرئيس البيضاوي، سيدي الرئيس كيف حالك؟ هل نقدر ان نتواصل على مستواه؟ لا. فهو يعرف الكثير عن أمن الولايات المتحدة وما يجري في حكومتي لديه سيضطر أن ينزل ليكلمني في مستواي حسناً وحين أدخل إلى مكتب مالك الكون إن كنت لا أعرف غير لغتي سأقدر فقط أن أتواصل مع الله في مستواي قال الله لا أريد هذا لأولادي أريد لأولادي ان يقدروا ان يدخلوا في شركه عميقه ان يتواصلوا معي في مستواي فقال الله ساعطيكم عونا واسمه الروح القدس اتعرفون انني كثيرا ما اصلي بالروح في لغتي يعتقد كثيرون انك لا تصلي بالروح الا بلغه غير مفهومه لا كثيرا ما اصلي بلغه سماويه واطلب التفسير فياتي بلغتي فماذا يحدث احصل على ما يعطيه لي الروح القدس بلغتي اتتابعون إذا أتعرفون لماذا لا يود رئيس الولايات المتحدة ألا يخبرني بشؤون الأمن؟ ربما أنا جاسوس. فهو لا يريد أن تقع المعلومات في أيدي العدو. حسنا، الألسنة تمنع العدو من معرفة ما يجري. كم منكم يعرف أننا في معركة؟ نحن في حرب. هيا ردوا علي مكتوب في كورنثس الأولى اثنين لكننا نتكلم عن سر حكمة الله إنه سر ولماذا هو سر؟ انظروا، مات أنت في الجيش، أنت تعلم أن هناك لغة للجيش يتكلمون بها في الهواتف، فهم يقولون الدب الأكبر، الدب الأكبر، هنا الدب الابن، الدب الابن، أو ما تقولونه بينكم. صحيح؟ اذهب للنقطة ألف نفذ الأمر، لماذا؟ لأن العدو يمكنه أن يتصنت ويعرف ما هي الخطة. <applause> انظر للنادي دينفر وانظر للمدرب لديهم تجدونه جالسا وفجأة يرى اللاعبين وقد تخطوا الحدود فيقف وتجده يقول سيحصلون على الكرة منا ثم يقول أمها أمها أسمعتموه يقول أمها أمها ولا أدري ما علاقة أمها بكرة القدم إنها لغة سرية لا يفهمها إلا فريقه والروح القدس يعطينا تلك الحكمة السرية حسنا؟ يقول حكمه الله التي كانت مخفيه عن الناس لكن الله حددها مسبقا قبل بدء الزمان من اجل مجدنا وهي حكمه لم يعرفها اي من حكام هذا العالم فلو عرفوها لما صلبوا الرب المجيد هو يتكلم تحديدا ان هذه الحكمه هذه المعرفه المعلنه لو كان عرفها العدو اذن لما كانوا صلبوا الرب المجيد فأبقاها الله سرا وهناك امور اخرى غير الصلب يريدها الله سرا ودعني اقول لك قد يكون العدو يجهز هجمات على واحد منكم وقد اعد كل هذه الشياطين وحرك الناس ضدك وسيقوم بعمل شيء مدمر، اتعرف ماذا؟ يثقل الله قلب امك فتركع على ركبتيها وتبدا تصلي بالروح، اتعرف ماذا؟ هي تصلي في الروح وفجاه تظهر كتيبه من الملائكه وتقضي على قوى الشر ولا يحدث لك شيء يا صغير احب هذا لهذا قال بولس اود ان تتكلموا جميعا بالسنه اتفهمون؟ كيف لنا ان نعرف كيف نصلي بالروح ان كنا لا نعرف ما يجري في العالم الروحي؟ انا لست كمدرب دينفر فهو يميز ما يجري، لكن المؤمنين شباب كثيرين لا يميزون ما يجري في العالم الروحي، فيقول الله: اريد ان انقذ اولادي، ان يتكلموا بحكمه، ان اعطيهم الاوامر اللازمه، وتذكروا ان الله جعل الانسان مسؤولا عن الارض، لن يحرك الله الارض الا ان تكلم احدهم. لقد قال بولس ان كنت اتكلم بلغه البشر والملائكه، هناك مرات كنت اتكلم فيها بالسنه واعلم ان الروح القدس يعطيني اوامر لاقولها للملائكه تغيرت الاجواء باكملها في كنائس لاني اقول هذه الكلمات واقول هناك امر ما يجري لاني اشعر بالسلطان يعتمر في اتتابعون لا بد ان نسترجع هذا في الكنيسه اتتابعون لا بد ان نسترجعه ان كان الرسل يحتاجونه لماذا لا نحتاجه نحن ايضا اتتابعون امين انا اكثر من اتتابعون الالسنه هي ايضا الهدف الرئيسي للحميميه قضينا انا وزوجتي ما يكفي من الوقت معا لننمي لغتنا الصغيره يمكنني ان اقول تاء عين دال جيم فتفهم زوجتي ما اقصد وانتم ستقولون ما هذا الذي تقوله تاء دال عين جيم عفوا قلتها خطا فنحن لم نقلها منذ فترة في بداية زواجنا كانت كل خدمة بها التوعية الدولية كانت كل خدمات بها التوعية الدولية أتعرفون ماذا فعلنا؟ أنشأنا التوعية الدولية لعناق الجميلات فأنظر لي سأقول تاء دال عين جيم فتعرف أني أريد عناقا أريد قبلة حسنا كانت هذه لغة الحميمية بيننا أتفهمونني؟ اتعرفون يمكن ان تنظروا لي ليسا فقط ونحن مع اخرين فاقول يا الهي هذا الشخص لا يعجبها او انها مسروره جدا بهذا انا الوحيد الذي فهمها لماذا لان هناك لغه بيننا اتفهمونني لذا فالمقصود من الألسنة أن تنشئ حميمية مع الله لأنه إن تواصلت مع الله في مستواي أنا كيف سأعرف أمور الله العميقة كيف أدخل في علاقة حميمة معه لذلك يقول دكتور شو تسعون بالمائة من ساعتي الصلاة لدي أقضية في الصلاة بألسنة لأنك تدخل إلى عمق الشركة وتعرفها في أعماقك ربما تقول لا أفهم ما أصليه يقول الكتاب اطلبوا الترجمة حسنا أتتابعون مكتوب فان صليت بلغه اخرى فان روحي هي التي تصلي واما عقلي فيكون خاملا انت لا تدري ما تقوله لذلك قال في الايه السابقه فعلى من يتكلم بلغه اخرى ان يصلي طالبا موهبه تفسير اللغه ايضا عندما أصلي أو أتواصل مع الله بالألسنة أطلب منه أن يعطيني ترجمة، أتعرفون ماذا؟ أفكار، حكمة، تعليم تخرج من داخلي، أفضل تشبيه أقدمه وكأن شيئا ما مخفيا في عمق البحر، وتتحرك الصخرة فتبدأ الفقاعات تخرج على السطح، هذا ما يحدث، أفكار، رسائل، إعلانات من كلمة الله، أقف أمام آية وأقول يا رب لا أفهمها، ثم أقول يا روح الله علمني، ثم أصلي بألسنة، هل تأتي إجابة حالا؟ عادة عادة ما تاتي وانا في السياره او حين استحم او العب الجولف لاحقا فجاه اقول يا للعجب ها هي وتاتي هذه الاعلانات لي لماذا بسبب قضاء الوقت في الصلاه في الروح القدس نحن نتجه للنتائج نحب النتائج السريعه يجب ان تفهم انك حين تصلي بالروح تستثمر فيما سياتي لاحقا ستخرج تلك الحكمة كالفقاقيع، يتطلب الأمر إيماناً أكثر لتصلي بألسنة لتصل لمستوى الحميمية أكثر من الصلاة بلغتك، لا تسيء فهمي، قال بولس سأصلي بعقلي وبلغتي وسأصلي بروحي، سأرنم بلغتي وسأرنم بالروح، أتفهمونني؟ قال قوموا بالأمرين كليهما، آمين؟ لماذا عندما أصلي بلغتي فهذا يبني ذهني، ينير ذهني، يذيب ذهني، أتتابعون؟ يجعلني عاطفياً أكثر عن الروح القدس. وعن يسوع وعن الآب أتفهمون ما أريد قوله هذا يحرك مشاعري عن أولادي حين أصلي بلغتي من أجل أولادي أقول آه كم أحب أديسون كم أحب أوستن أنا أحب أليك وهذا جيد عليك أن تصلي بلغتك أتفهمون ما أقوله أتتابعونني حسنا أمثال عشرون سبعة وعشرون روح الإنسان سراج الله تفحص كل ما في داخله لا يتكلم روح الله إلى أذهاننا بل إلى أرواحنا وهذا ما يقوله روح الإنسان سراج الله إنه ينير هنا أتفهمون؟ يتكلم إلى أرواحنا حسنا حين نصلي بالروح ونطلب التفسير يشبه الأمر فقاقيع تطفو للسطح وتطفو إلى نفوسنا أفهمتم؟ هناك يتكلم الروح القدس أمثال عشرون خمسة قصد قولوا جميعا قصد ما هو القصد هو المشوره ان اعرف ماذا افعل اسمعوا هذا جيدا سامر على سلسله من الايات فانصتوا قصد الانسان يشبه المياه العميقه والانسان الذكي هو من يستخرج هذا القصد هناك مشوره والروح القدس هو المشير فالمشوره مشورته في قلبك كالمياه العميقه لكن الرجل او المراه الذكيه هم الذين يستخرجونها كيف نستخرجها؟ قال يسوع في يوحنا سبعة إن عطش أحد منكم فليأتي ويشرب فالكتاب يقول ستفيض من أعماقه أنهار ماء حي قصد الإنسان يشبه المياه العميقة صحيح؟ أليس هذا جيدا؟ ما الآية التي يقول عنها كما يقول الكتاب؟ إنه يقصد إشعياء 12-3 وستغرفون مياها بفرح من ينابيع الخلاص وستفرحون. حسنا بحسب الأمثال تخرج المياه من قلوبنا وهي المشورة أو أسرار الحكمة التي من الله. ويقول يسوع بوضوح: إن المصدر هو الروح القدس. فالروح يكشف كل شيء حتى أعماق الله، صحيح؟ حسنا هو ينبوع الماء الحي، وإن ذهبنا لكورنثس الأولى أصحاح اثنين نجمع الخيوط سويا لكننا نتكلم عن سر أو مشورة حكمة الله استمعوا لكلمة سر لم يقل غموضا كما توحي الكلمة فالكلمة اليونانية ماستيريون تعني خفيا أو الحكمة التي لم تعلم بعد أتتابعون؟ تصوروها هكذا يأتي نادل ويضع طبقا إن ذهبت لمطعم فاخر يضعون غطاء صحيح؟ ذهبت لمطعم فاخر حيث يضعون الأطباق كلها أمامك، وكنا أربعة، فأتى أربعة أشخاص ثم، ها هي، ماذا حدث؟ لقد كشفوا السر، كان موجودا، كان أمامي دائما، لكنه مغطى، مغفٍ عني. حين رفع الغطاء، انكشف السر. السر لا يعني بالضرورة الغموض، بل يعني أنها حقيقة لم تعلن بعد إلى ذهنك. لكننا نتكلم عن سر او مشوره حكمه الله لكي نعرف الاشياء التي وهبنا اياها الله وهي الاشياء التي نتكلم بها ولم نتعلمها من بشر وانما هي كلمات يعلمها لنا الروح القدس فنفسر الحقائق الروحية بكلمات روحية. اسمعوا ما قاله بولس في كورنثوس الأولى 14 لنفهم الأمر كله. فمن يتكلم بلغة أخرى لا يكلم الناس بل الله لأنه من أحد يفهم ما يقوله فهو يتكلم بأسرار. يتكلم بأسرار. قصد الإنسان أي المشورة يشبه المياه العميقة والإنسان الذكي يستخرجه وستفيض من أعماقه أنهار ماء إن حي نحن نتكلم بأسرار يقولها الروح القدس ويقولها بألسنة يقول ماذا؟ أسرارا حسنا وهذا ما يستخرجه الإنسان الذكي كما قلنا قبلا دعوني أساعدكم فيما أقوله هنا كثيرا جدا ما واجهت آية ولم أفهمها ثم بدات اصلي بالروح فياتي هذا الفهم كثيرا وانا اكتب كتابا اجد نفسي كمن اصطدم بحائط فاقول أه لا اعرف ماذا افعل فاقف واذهب واجيء في غرفتي وفجاه ياتي الفهم كسيل فاجلس واكتب ثانيه لساعات حين كنت عازبا كان سرا لي من التي ساتزوجها كان هذا سرا اعرف اني كنت احب ليس توسكانو وأعرف أن أنجذب لها جدا، أحب شخصيتها، لكني أريد الفتاة التي اختارها لي الله. فقلت لليسا لي وقد كانت بعيدة عني فقد كانت في أريزونا وأنا في دالاس، فقلت دعينا نصلي في الروح لثلاثين دقيقة لثلاثين يوما، وفعلنا ذلك لثلاثين يوما، أتعرفون ما قلته؟ استمعي لقلبك. إن شعرت بحكة مزعجة فالله يجذب انتباهنا أن شيئا ما خطأ. لكن إن شعرت بإحساس مريح فالروح القدس يشهد فينا هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفيو؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعظات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لاشياء جديدة. اعرف المزيد على cloudlibrary.org اسمعوا جيدا يقول الكتاب الذين يتبعون قيادة روح الله هم ابناء الله ثم يقول كيف يقود والروح نفسه يشهد مع ارواحنا هذه هي الطريقه الاولى لقياده الروح القدس وهي ان يشهدوا هل شعرت وانت على وشك القيام بامر ما والروح يعطيك ازعاجا وكان شيئا ما ياكلك فتقول ما الذي يحدث انه امر عادي لقد فعلت هذا من قبل هذا هو الروح يقول لك لا تذهب اشعرت وانت ذاهب لمكان ما باحساس مخملي إحساس داخلي بسلام الله يسود عليك وكما تقول بعض الترجمات إنه يسود عليك كالإمبراطور هذا هو الروح يقول هذا أنا هذا أنا حسناً هناك قرارات اتخذتها في الخدمة مبنية على هذا الإحساس صليت بروحي كان علي اتخاذ قرار شعرت بالسلام والراحة لم أسمع لو كنت سأكتب رسالة لقلت أستحسن الروح القدس وأنا ان نفعل هذا حسنا لانه لم يكلمني اما بشان هذا المنهاج عن الروح القدس تكلم لي لاني كنت صاعد عن شيء اخر كانت هناك رساله اخرى وقد خرج الفريق بافضل عنوان للموضوع لكن حين صمت قال الروح القدس اريدك ان تتكلم عن هذا غيرت كل شيء أخذت موافقة أبني أديسون وزوجتي ليسا فأنا أطلب منهم تأكيدا لأن الروح القدس نفسه هو فيهم فقال نشعر أن هذا صحيح وأن عليك أن تتكلم عن الروح القدس قرارات كثيرة هكذا أواجه أمرا فأصلي بروحي أشعر بالراحة فيقول حسنا وإن وجدت القلق أقول لا لن أقوم بالأمر لن أقوم به هناك ما يسوء وأحيانا ما أضايق الناس حولي ولماذا هذا؟ لأني اتخذت قرارا ملزما أن لا أفعل أي شيء إن لم أعرف أن الروح القدس في الأقل يشهد في وقد وافق على تلك النقلة الجديدة بتعبير آخر سيعطيك مناخا حيث تستريح فيه كأن أجلس وأقول للشري دعني أصلي من أجل هذه الكنيسة لماذا؟ لأني أعرف بالفعل أن الله قال اذهب إلى أمريكا أرسل ما أتمنتك عليه لأماكن تحتاجه لا أشعر بقلق فأقول حسنا سأذهب لكن بالنسبة إلى مسألة توزيع المناهج للرعاة حول العالم احتجت كلمة من الله لأني سأخرج خارج مناخي كنت في العالم المتحدث بالإنجليزية هناك أكثر من عشرين ألف كنيسة يستخدمون منهاجنا ثم قال الله أريدك أن توزع المنهاج في كل العالم فوجدت نفسي في اجتماع مع أديسون وليسا وقلت سأوزع مائتين وخمسين ألف كتاب حقا كان هذا اجتماعا ساخنا ماذا كنت أفعل؟ لم أسمع كلمة من الله عن الأمر لم يقل الروح أريدك أن توزع 250 ألفا لكنه متسق مع ما قاله لي منذ ستة أشهر حين قال سأرسلك إلى العالم أتفهمونني؟ عليك أن تتعلم هذا حين تعيش مع شخص لسنوات تعرف كيف تتواصل معه هناك أمور تقولها ليسا بصراحة وانفتاح وهناك أمور تلمح لي فأفهمها أشكر الله أن يفهمها أتتابعون؟ حسناً هناك أسرار لم أعرفها لماذا حدث هذا لماذا أمر بهذا الموقف ولم أفهم السبب فأصلي بروحي وأمسك بكتابي وفجأة أدرك ماذا حدث أتفهمون ما أقوله؟ هناك أمر أريد أن أكون أمينا جدا معكم بشأنه هذه طريقة تعامل الروح القدس معي وأعتقد أن في روح الله أيضا وعلي أن أقول ذلك أجل وقت صلاتي أكثر فعالية في الصباح أكثر بكثير حين أبدأ بقراءة الكلمة واراني الرب انه هكذا يحصر تركيزي وكان كلمه الله تزيح اي غيمه وتحصر تركيزي وحين ادخل مخدع صلاتي في الصباح اتواصل معه بسرعه اكبر. اتتابعون؟ امر اخر سر اخر مكتوب مهابه الله هو اعظم وارهب من كل محيطنا به. كنت اجد صعوبه في الدخول لمحضر الله ثم بدات افكر في مهابه الله العظيمه حسنا لقد دخل المهوب المكان معي وفجأة أجد حضوره فأقول يا للروعة ماذا يحدث؟ أدخل لمحضره بصورة أسرع لأني أهابه وهو يحيط نفسه بمن يهابونه قال يسوع أمن الذي في السماء ليتقدس اسمك وقال ادخلوا إلى محضره في زينة مقدسة أتتابعون؟ حسناً السر هو الشيء المخفي عن الذهن الطبيعي سأقول ثانية قد يكون أية كنيسة أو الخدمة التي سأشترك فيها ماذا سأقدم أي بيت أشتريه كيف أصلي بنجاح من أجل القادة كيف أصلي من أجل الراعي أو أعضاء أسرتي وامور كثيره لا يمكن حصرها انا مسرور ان الله لم يتركنا بمجرد قدرتنا على الصلاه بحسب فهمنا الطبيعي لاني محدود بما يجري من حولي لكن لابد ان اخضع للروح لن انسى ذلك الراعي الذي اعتدت ان اصلي معه واتذكر مره كنا ندري اننا نتكلم للشرق الاوسط وكنا نعطي اوامر لقد تغيرت السنتنا مررت قبل ذلك باوقات كانت الالسنه تبدو شرقيه واحيانا افريقيه فاعرف انني في هذا الوقت لم اعد اصلي لنفسي او لواحد من عائلتي بل لشخص اخر واقع في ازمه هذا مذهل وهذا ما اعطاه الله لنا جميعا هذه هي امها امها التي يطلقها المدرب هو حديثنا العسكري وهنا يغتاظ العدو لذلك هو يقاوم هذا بكل قوه انه يفضل ان نكون منعزلين ومتباعدين لا متحدين في الروح بل ان بولس قال للكنيسه كنت معكم في الاجتماع لم اكن معكم بالجسد لكن روحي كانت معكم ورايت ما تعملون كيف استطاع ذلك ذهب هناك بالروح كان يصلي بحراره في الروح فاعطاه الله لمحه عما يحدث هناك اتذكر رجلا من قبائل الماساي وقد استضافته اسره من بيتسبرغ بنسلفانيا وقد كنت اعرفهم مكث عندهم شهرا وكان يخبرهم باخبار عائلتي في وطنه وفي النهايه قالت مضيفته اسمع كيف تعرف ما يحدث لعائلتك ليس لديكم هواتف جواله او خطوط ارضيه في قريتك في غرب كينيا كيف تعرف ما يحدث فقال كما عرف بولس ما يجري مع كورنثوس اراني الله بالروح وانا اصلي ما يجري مع عائلتي تمكن أن يعرف أخبارهم بهذه الطريقة أتتابعون هذا هو ما قد أعطانا الله إياه لقد أعطانا القدرة أن نبقى متصلين أتعرفون أنني كثيرا ما أعرف أن فريقي في مسنجر الدولية يصلون من أجلي بالروح لأني حين أواجه شيئا به خطر أو ما يسوء وفجاه اجد تدخلا الهيا فاقول لم اصلي من اجل هذا اما اني كنت اصلي بالسنه قبل ان يحدث هذا او ان احد اعضاء الفريق كان يصلي بالروح من اجلي في هذا اليوم او كانت زوجتي تصلي من اجلي او ابني يصلي من اجلي او احد شركائنا يصلي من اجلي لذلك اشكر الرب لا فقط على التعضيد المادي في مسنجر بل ايضا التعديد في الصلاه اعرف ان هناك من يصلون من اجلنا ويصلون حقا واشكر الله على ذلك فبسببهم لدينا هذه الخدمه حسنا المنطقه التي تثقل على كاهل كثير من المؤمنين هي الارشاد قال يعقوب وان كان احدكم تنقصه الحكمه فليطلبها من الله كيف نقدر ان نطلب ذلك بنجاح بالصلاه في الروح هذا ينجح في العمل ينجح في الحكومه ينجح في التعليم انت نحن نواجه مواقف في دوائرنا او في العمل ولا نعلم ماذا نفعل اتعرفون ماذا يجب ان نفعله نصلي بالروح اغلق باب مكتبك وصلي في الروح اسمع المكتوبه في اشعياء 48 انا الهك <applause> الذي يعلمك للمنفعة، <applause> الذي يقودك في الطريق <applause> الذي عليك السير فيه، رغم أن الله لم يدعني للعمل، لكن لو كنت رجل أعمال لصليت بالروح كثيراً. كنت سأتخذ القرارات بحسب شعوري بالسلام في قلبي، أتفهمون؟ أعرف أن هناك من يعيشون بهذه الطريقة، أرى بعضاً من أصدقائي هنا وأنت تعيش هكذا، لذلك يباركك الله. حسناً. فوائد الصلاة بالألسنة سأقولها بسرعة، رقم واحد تمنع العدو من معرفة معلومات قد تكون حاسمة في معركتنا. رقم اثنان وأنا فقط أراجع الحميمية مع الله يمكن أن تتكلم مع الله في مستواه. رقم ثلاثة تعطينا القدرة على الحصول على الحكمة والمشورة في المواقف التي أمامنا. رقم أربعة مستعدون؟ تجلب الراحة والإنتعاش. قال بولس في كورنثس 14 يا أيها الإخوة لا تكونوا أطفالا في تفكيركم وقال تقول الشريعة وهو هنا يقتبس من العهد القديم بأناس يتكلمون لغة أخرى وبشفاه أجانب سأكلم هذا الشعب من أين يقتبس؟ من إشعياء 28 العدد الحادي عشر والثاني عشر لأنه بشفاه متلعثمة وبلغات أجنبية سأكلم هذا الشعب وقال لهم هذا هو مكان الراحه والسكون وايضا فليسترح هنا المتعبون لي صديق راع وهو يرعى كنيسه كبيره وتكلم مع راعي كنيسه اكبر وقال له ذلك الراعي انا على وشك ترك الخدمه لقد تعبت انا مرهق انا مستنفذ فنظر صديقي له وكان في مطعم وقال له لقد توقفت عن الصلاه في الروح حتما فقال آه آه فقال له تكلم معي بصراحة كم من الوقت تقضيه في الصلاة في الروح فبدأ يتلعثم ثم قال لكني أجهز عظاتي وأعمل الكثير من الأمور في كنيستي ذات الخمسة عشر ألف عضو وأفعل كذا وكذا فقال له هل تصلي في الروح؟ لا لكي أكون أمينا معك لا أفعل ذلك فقال له صلي بالروح هذه هي الراحة هذا هو الانتعاش ولم يعد هذا الرجل يطلب ان يترك الخدمه بعد اتتابعون لماذا يقتل دكتور شو ان يرعى ثمانمائه الف شخص ولا يناله الاعياء لا استطيع ان اذكر اي قس اختبر ضغوطا ومسؤوليات اكثر من دكتور شو لقد كان فعليا يحمل هموم العالم لانه كان محبوبا ومحترما ويتطلع اليه الكثيرون في العالم كان يصلي في الروح يصلي في الروح كنت أراقب ليستر سامرال رجل عظيم ورسول أحترمه بشدة كان ينام بالليل أربع ساعات ويكتب أربع كتب في نفس الوقت كان يدير حلقات للشباب كيف كانت له كل هذه الطاقة؟ لأنه كان يرتاح بالصلاة في الروح وأنا أضمن لك أنك لن تختبر الاعياء الروحي ولا تسيء فهمي لا تنهكوا جسدكم لكني ارى اناسا نالهم الاعياء ولم يكن يجب ان يحدث هذا وهذا لانهم لم يكونوا يصلون في الروح هناك من يرهقون انفسهم ولا يوقرون السبت يجب ان تستريح حسنا لانها احدى الوصايا العشر واقول الصراحه فهي وصيه لا تبدو منطقيه من المنطقي الا تزني من المنطقي الا تقتل ليس من المنطقي, ليس من المنطقي ان تستريح في العهد القديم كان هذا يوما كاملا لكن لا تخطئوا ليست لدينا فرائض في العهد الجديد يجب أن تستريح لهذا ألعب الجولف فالجولف يبعدني عن الخدمة والعمل ومن الأشياء التي تستنفذني فأنتعش من جديد وأصلف في الروح لأستريح أتتابعون؟ أشكركم من أجل المتابعة رقم خمسة تبني إنساننا الداخلي كورنثوس الأولى أربعة أربعة عشر من يتكلم بلسان يبني نفسه اسمعوا هذا يبني نفسه كلمه يبني باليونانيه هي كلمه كبيره ستجدونها في ملاحظاتكم وتعني حرفيا ان تبني وتشيد تعني ان تبني صرحا ضخما اتعرفون ماذا يقول يسوع حين تصلي بالروح حرفيا انت تبني قدره انسانك الداخلي ليستضيف محضر الله وقوته استخدم يسوع تلك الكلمه حين قال من يسمع الى تعاليمي اشبه برجل بنى بيته كلمة بنا هي ذات الكلمة اليونانية حين تصلي بالروح فأنت حرفيا تبني إنسانك الداخلي ليستضيف محضر الله لدي صديق كان ابنه مريضا جدا وفشل الأطباء ولم يعرفوا ماذا يفعلوا ذهب لمكتبه وصلى بالروح لخمسة ساعات كاملة ثم خرج من مكتبه ورجع لبيته ونظر لابنه وخرج من فمه سلطان هائل فقام ابنه من مرضه وقد شفي لقد بنته أرأيتم؟ يا إلهي هذا مذهل رقم ستة تبني إيماننا يتفق هذا مع ما قلته عن هذا الراعي وهوذا عشرين أما أنتم أيها الأحباء فابنوا بعضكم, بعضكم بعضا في الإيمان صلوا في الروح رقم سبعة والأخيرة تعطين القوة على العبادة والتسبيح في مستوى أعلى اسمعوا ما قاله بولس في كورنثس الأولى 14 فإن حمدت الله بروحك فكيف يمكن لمن لا يفهم كلامك ان يقول امين حين تشكر وهو لم يفهم ما قلته ربما تشكر الله بطريقه حسنه بتعبير اخر انها طريقه انقى لعباده الله لذلك قال ساغني بالروح يا لها من امتيازات اعطاها الله لنا واعرف الان لماذا يحاربها العدو لقد حاربها بشده ويحزن قلبي حين ارى قادة مؤمنين يحتقرون الآخرين لأنهم لا يتكلمون أو يصلون بألسنة هذا محزن إنهم إخوة وأخوات في المسيح فقط لم يتعلموا أن ينسابوا مع النهر إنها لهم ما عليهم إلا أن يخضعوا قال يسوع هذه البراهين ترافق المؤمنين يتكلمون بلغات جديدة لهذا قال أود أن تتكلموا جميعا بالألسنة يريدنا الله أن نختبر هذا كلنا كيف تمتلئ بالروح؟ أريد أن أساعدك أن تقبله سواء صليت وحدك أو مع قادة كما فعل بطرس ويوحنا حين ذهب إلى السامرة أو إن كنت وحدك يمكنك أن تغلق التلفزيون أوقف الاسطوانة وصل الآن في مكانك فيمكنك أن تمتلئ من الروح القدس أعرف الكثيرين امتلأوا بالروح في مخادعهم في مكاتبهم أو وحدهم وآخرين قابلوه في أماكن عامة هذا لا يفرق إن لم تتكلم بألسنة ولم تطلب من الرب أن تتعمد بالروح القدس يمكنك أن تتكلم بألسنةٍ، وإن طلبت من الله أن تتعمد بالروح فما عليك إلا أن تخضع. إليك خطوات المل رقم واحد: أول وأهم شيء يجب أن تكون قد قبلت الرب يسوع المسيح ربّاً ومخلصاً لحياتك. قال يسوع: إن الناس غير المخلصين لا يقدرون أن يمتلئوا بالروح القدس. رقم اثنان لا يمكن أن تحتفظ بعصيان في حياتك. قال بطرس: إن الله يعطي الروح القدس لأولئك الذين يطيعونه. ومن خبرتي تعلمت أن أكثر ما يمنع الناس عن قبول الروح القدس هو عدم الغفران لقد رأيت البعض حرفيا وقد طلبوا أن يمتلئوا من الروح القدس لكنهم لم ينلوه بقي الكتاب جافا ولا يشعرون بحضور الله وما أن يغفروا يمتلئوا في الحال بحضور الله فقد يتكلمون قد يتكلمون ويتنبؤون أو يتكلمون فقط أي الأمرين رقم ثلاثة لا تفعل أكثر من أن تطلب قال يسوع ام اي انسان منكم اذا ساله ابنه خبزا يعطيه حجرا او يعطي ابنه حية حين يطلب سمكة او يعطيها عقربا حين يطلب بيضة أنتم رغم شركم تعرفون كيف تعطون أبناءكم عطايا حسنة أفليس الاب السماوي أجدر بأن يعطي الروح للذين يطلبونه وهذا يريح ذهنك من خوف أن تطلب الروح فتجد بدلا منه روحا شريرا لا اصدق ان البعض أدخل هذه الافكار في عقول الناس إن طلبت الروح القدس من الاب لن يعطيك روحا شريرا بل سيعطيك الروح والقدوس رقم أربعة يجب ان تتكلم أرجوك أن تسمع ما سأقوله الآن لا يمكنك ان تتوقع ان يمسك الروح بلسانك ويمسك فمك واحبالك الصوتيه فتتكلم لماذا لقد اعطاك اراده حره يجب ان تخضع العدو يدفع الروح القدس يقود ما يفعله الروح هو ان يعطيك الكلمات فتخرج كالفقاقيع كما كنا قبلا وكانها خارجه من اعماق البحر قد ترى مقطعا واحدا مقطعا فقط اعتبره اول الخيط الخارج من داخلك وانت ترى المقدمه وحين تتكلم بايمان سيخرج الباقي عليك ان تفعل ذلك بالايمان دعوني اوضح امرا لا يمكنك التحدث بلغتك وبالاسبانيه في نفس الوقت لكن حين تخضع للروح القدس تتكلم بالسنه لا تتكلم بلغتك انطق ما يعطيه لك بالايمان وقد تبدا بكلمات متلعثمه لكنها ستصبح لغه وقد تصبح لغتين وثلاثه وعده لغات فقط كن حريصا انك تقوم بهذا بالايمان وسوف تنالها هناك ثلاث مناطق لتخضعها لان الامر يتعلق بالخضوع عليك ان تخضع شفتيك وتخضع لسانك وتخضع الاحبال الصوتيه قال بولس عباره اريد ان اكررها اود ان تتكلموا جميعا بالالسنه اتمنى ان تكونوا فهمتم لماذا اطلنا في الحلقتين الاخيرتين وهو اني اؤمن ان الله يريد لنا تلك اللغه ليربطنا ببعض ليس الامر مجرد عاطفه مثيره بل اتكلم عن ترابطنا بالروح في الحرب الروحيه الدائره وكسب الامم ليسوع المسيح تذكر ان شغف الروح القدس ورغبته ان يرى الناس ياتون ليسوع ستجد أن الروح سيقودك لترفع عينيك لتنظر للحقول لتصلي من أجل الحصاد وأن تتوق بشوق أن تخلص النفوس أن هذه هي رغبته لقد دخلت في شركة معه أتمنى أن تتمتعوا بوقت رائع مع الشخص الذي بالكاد لمسناه في هذه المقدمة اسمعوا هذه الحلقات وأعيدوها مرات ومرات ومرات لأن الإيمان بالسمع وبالسمع وبالسمع أمر متكرر ربما حصلت على الكثير من الرب من هذه الحلقات لكن حين تراجعها ثانية ستجد المزيد والمزيد لأن كلمة الله لا تفسد ولا تشيخ فقد كن مصغيا له نحن نحبك في ماسنجر نشجعك أن تكون وفيا لكنيستك من المهم أن تقف مع رعاتك مع قادة كنيستك المحلية أن تقف معهم في الرؤية التي دعاكم لها الرب تواصلوا معنا الرب يبارككم كان شرفا ان اخدمكم فلنقدم لله الشكر